مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معاكم بالحلقة الثانية من برنامج مع الناس، واليوم بإذن الله راح نقابل مجموعة من الناس وراح ناخذ آراهم عن مسلسلات رمضان وغيرها من الأشياء. خلكم معانا وخلونا نروح ونشوف شلون كانت آراهم. تتابع مسلسلات؟ اي نعم. اي نعم اتابع. لا والله ما تابعتي بالصراحه. اي بس مو وايد. نعم احيانا اتابع. اي اكيد. حلو، انت قلت لي انك تتابع مسلسلات، شنو الشيء اللي يخليك تحرص انك تتابع مسلسلات؟ يعني مثلا البعض يقول انا اتابع مسلسلات لان عندي ممثل معين احبه فانطر اي رمضان يجي اشوف المسلسلات اللي هو يعرضها. في البعض يقول لا مجرد قضاء وقت فراغ، في البعض الثاني لا راي ثاني. انت بالنسبه لك شنو الشيء اللي يخليك تحرص انك تتابع المسلسلات برمضان؟ والله دائما شوف الفن هو المرآة اللي يعكس واقع المجتمعات، فانا احب اشوف المسلسلات نتحدث عن المشاكل الانيه العصريه اللي يعاني منها المجتمعات خصوصا الخليج. يعني والله اكون فاضي فنتفرج على مسلسلات، نضيع وقت، نتسلى وقت فراغ. فنانة القديره حياه الفهد يعني كل سنه عن سنه قاعد تبدع يعني، فأنا وايد أحب أتابعها. بشوف حلوات أفلام الكويتية ورائعين، حلوين ممثلين كويتيين حيل حلوين. تسلية بس، تسلية وقت، غضا وقت فراغ. سعاد عبدالله هي نفسها الفنانة القديرة تحرص أنها كل سنة تقدم مسلسل أقوى من اللي قبله، فإحنا صار لازم نتابعها يعني لازم نعرف كل سنة شنو قاعد تقدم. لأن رمضان يعني ماكو شيء يسوي يعني قبل الفطور، فأغلب المسلسلات تكون قبل الفطور فيعني تضيع وقت. ولا بس بعض المسلسلات تكون فيها قصة يعني. يعني واحد يندمج يبي يشوف شنو يصير. منو أفضل ممثل أو ممثلة بالكويت من وجهة نظرك؟ والله حياة الفهد لا شك يعني هي من أفضل الفنانات، ويعني ومستمرة في عطائها وجهدها ما شاء الله عليها، ودائما يعني تعكس الواقع على 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 شكله بدون مزايدات وبدون إضافات. يعني هنادي الكندري، سعد العبدالله، كلهم يعني زينين ما فيهم شيء. أنا وايد أحب مرام، ضحكني يعني ما شاء الله عندها خفة دم عجيبة. ما يحتاج أنا ما قالوا عميد الفن عبد الحسين عبد الرضا أبو عدنان. حياة الفهد، أنا الصراحة فاطمة الصفي. أكيد سعد عبد الله. حلو، أنت قلت لي حياة الفهد هي بالنسبة لك الأفضل في الكويت، أكيد في شيء شفت إنه يميزها عن الباجي، ليش ما قلت مثلا فلان ولا فلانة؟ أكيد أنت شفت في شيء إنه هي تسوي يميزها عن الباجي. طب حياة الفهد تنقل الواقع على ما هو عليه بدون إضافات وبدون زيادات، ويعني وتاريخ شاهد على ذلك. يعني حياة الفهد حلوة حنونة وطيبة بالأفلام. أنا طبعا أنا لا تابعته إني أستانس أو في قطات قطة حلوة، بس هذا خلي المشاهد يعني مستانس، يضحك المشاهد، أسلوبه، طريقة تمثيله، خبرته، ما شاء الله تمثيلها يعني وايد بتحسن، وما شاء الله صدق وايد قاعد تضبط الادوار. انا عاد مثل طبيعتها تمثل ويعني كويسه يعني، لان كل سنه هي تنزل مسلسلات وكل سنه تكون مسلسلاتها صدق يعني هادفه يعني وفيها قصه، فيعني دائما احرص ان انا اتابعها يعني. ايش رايك بالمسلسلات اللي قاعد تقدم برمضان؟ هل تشوفها انها هادفه وقاعد تقدم شيء يفيد المجتمع ولا انها قاعد تسيء حق المجتمع؟ انت تتكلم على الخليج، اذا على الخليج لا، السنة هذه بالذات أغلب المسلسلات تناقش القضايا المحلية اللي نواجهها أبناء دول مجلس التعاون صراحة، يعني غير السنة اللي طافت. يعني الكوميديا، في كوميديا ساذجة هذه ما شفتها صراحة السنة هذه، لكن السنة هذه جميع الأعمال، ما أقول جميع عشان ما ممكن 90% هادفة صراحة. لا والله في شيء هادف، في يعني أشياء إنه تفيدنا في الحياة، وهيك في مو كله، في اشياء انه مثلا عادي يعني مو ما لها داعي بس انه تمثيل وخلاص. في منها هاتفه تكون وفي منها بس كذي يعني انه اثبات وجود خلينا نقول. والله في مسلسلات زينه وفي مسلسلات شينه على قصه الكاتب شنو يرويها، يعني في بعض قصه لها هدف وفي بعض قصه ما لها هدف. انا ما اقدر اقيم لاني ما تابعت وايد هالمره، بس انه يمكن يعني مسلسل واحد اللي تابعته يعني اللي مال هدى حسين، ايه هذا اللي تابعته ويعني بالعكس اشوفه حلو يعني، بس انه ما اقدر اقيم اذا هي هم يعني يستيئون او لا لانه ما شفت. في مسلسلات يعني تخليك تندمج وتتعلم منها، وفي مسلسلات لا اول ما تشوفها اصلا تغير خلاص ما له داعي اصلا تكمل. ما شاء الله سيلفي يعني كل يوم يقدم رساله هاتفه حلوه، زين ووايد اتابعه ووايد احيي صراحه. شنو افضل مسلسل شاهدته في رمضان هالسنه؟ والله شوف المسلسل طبعا سيلفي لا شك يعني ونمبر 1، لأنه ناهيك عن ذلك إن حسين عبد الرضا معاه فانطرى نعم، ورمانة أو شيء في حياة الفهد، في مسلسل يطلع العصر كذي هذا ممتاز صراحة. رمانة في مسلسلين، باب الحارة
وغرابيب سود. اعتقد في مسلسل قالوا لي عنه بس ما شفته اللي هو كحل ابيض قلب اسود شيء كذي، كحل اسود قلب ابيض، اي هذا ما ادري وايد مدحوه بس ما شفته. وهذا في واحد اللي يتكلمون عن الارهاب، اي غرابيب سود، اي مسلسل سيل وهيل، مسلسل والله اثنين ثلاثة فعد زينين. والله مسلسل غمانة. شنو أفضل مسلسل تابعتيه هالسنة في رمضان؟ سلفي 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 وايد حلو. وبالنسبة لك هو كان الأفضل هالسنة؟ أي حلو. بالنسبة لك أنت؟ أنا بالنسبة لي صراحة بين مسلسلين اللي هو سيل وهيل مال الفنان حسن البلام، وأيضا بعد سلفي.